نحن اليوم في بلدة حواس طلعنا مظاهرة منطالب دخول جيش تركي لعنا وإنشاء نقاط تركية في كل محافظة إدلب، مثل ما صار في جرابلس إنه أقامت مستشفيات وأقامت شرطة وظبطوا الوضع. يعني ما بدنا يعني يدخل لعنا الجيش الروسي، إذا دخل لهون المرأة رح يصير فينا مثل ما صار في الغوطة ورح نتهجر ورح نتقتل، وما بدنا يصير فينا هيك، ما لنا حل سياسي. تدخل تركيا اكيد مو احتلال، تدخل تركيا اكيد لمصلحتنا. من خلال التجربه بين بجرابلس وبعفرين انه ما قتلوا مدنيين، بالعكس حموا المدنيين، واقل شيء حمونا من النظام رح يحمونا من النظام، لانه النظام شفنا ايش سوى بالغوطه وشون قتل المدنيين وهجرهم. التدخل التركي اقل شيء بيأملنا الامان، بيأملنا الراحه النفسيه للمواطنين هون وبيحمينا من تدخل النظام. شيء جيد يعني، وشفنا حتى انه وقتين تحررت على منطقه عفرين، حتى لما تحررت ما شفنا دمار، ما شفنا ولا بيت مهدوم مثل ما شفناه وقتين في حلب، وقت روسيا والنظام اخذوها ل شو اسمه لحلب، النظام وروسيا اخذوا حلب هدموها وما ظل فيها حجر على حجر، على عكس ما صار في عفرين وقت تحررت، ما ظل يعني ما في انه حجر انهدمت. دخل تركي هو احتلال عثماني بس، لماذا؟ لانه داخل مشان مصالحه بس، ما هو دور لا على الشعب السوري، وما هو راقد على وقف معارض الشعب السوري ووقف الحرب، راقد على مصالحه فقط لا غير. واكبر دليل دخوله على عفرين، دخل عفرين مشان توقف المد الكردي، لولا مصلحته الاكراد هون كان دخل عدلي، واتحداك اذا بيدخل عدلي، اتحداك تحدي اذا بيدخل عدلي، لانه ما له مصلحه هون، مصلحته وقف التحرك الكردي بس فقط لا غير. رايك في منطقه عزاز وجرابلس الباب؟ يعني فوضى مبين على الاعلام، عم يحكي بغى صوره انه والله وضعها كويس وخدمات، كله اعلام كله كذب في كذب.